اعتراف رسمي لدولة الإمارات باستهداف الجيش الوطني والمدنيين وتقويض الدولة. تقول إنها لم تكن تحارب الحوثي فقط، وإنما كانت تحارب الإخوان المسلمين، وتعني الإصلاح وهو أحد مكونات الشرعية والذي جعلت منه شماعة لاستهداف الشرعية وتقويضها. أهلا بكم. هي الإمارات نفسها التي قصفت الجيش الوطني وقالت إنها قصفت الإرهاب، وهي التي استهدفت قيادات الجيش الوطني وطلائع في جبهات القتال طوال 5 سنوات. لكن ما الذي فرق؟ الفرق اليوم هو الاعتراف الرسمي من النظام الإماراتي، إقرار واضح باستهداف الجيش والنشطاء، وتأكيد على أن تدخلها في اليمن كان مختلفا عن لافتة التحالف منذ البداية. فما هي تبعات هذا الاعتراف على كل المستويات؟ وهل استخدام الإمارات للسعودية كان مجرد أداة صد للشرعية والسيطرة على الإصلاح؟ لماذا لا يوجد موقف لا من الشرعية ولا من حزب الإصلاح ولا من بقية القوى السياسية؟ بعد كل هذا، ما هو مستقبل العلاقة بين الشرعية والإمارات بعد هذه الاعترافات؟ وأقولها هنا للتاريخ بأننا كنا نقاتل 3 أعداء في آن واحد: الإنقلابي الحوثي، والإخوان المسلمون وطابورهم الخامس، والإرهاب القاعدي والداعشي. وللتاريخ أيضا، هذا اعتراف رسمي بمسؤولية الإمارات عن كل جرائمها في اليمن. كل التصفيات والغارات الجوية التي طالت وحدات الجيش الوطني وعمليات الاغتيال والخطف والتعذيب لعدد غير قليل من الشخصيات التي لم تتوافق مع رغبات أبوظبي تجد ذاتها الآن في خانة واحدة: إنها حرب ضد الإخوان والقاعدة. يأتي تصريح هذا القائد العسكري في حفل نظمته أبوظبي لجنودها العائدين من اليمن، وبعد أشهر من استهداف المقاتلات الإماراتية قوات الجيش على أبواب العاصمة المؤقتة عدن تحت ذريعة استهداف عناصر إرهابية. جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتقويض للسلطة الشرعية والدولة اليمنية عبر وكلائها المحليين الذين دربتهم ومولتهم ليغرق المشهد اليمني بالعنف والفوضى المصمم من قبل أبوظبي. جاءت أبوظبي مع الرياض في مهمة استعادة الشرعية وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع، ولكنها منذ اليوم الأول كانت تشن عدة حروب في حرب واحدة نجحت جميعها عدا الحرب التي تستهدف جماعتي الحوثي والقاعدة. وبعد 5 أعوام كان البلد يسقط في وحل الميليشيات التي أوكلت إليها خلال الأعوام الماضية مهمة العمليات القذرة لاستهداف اليمنيين على أساس الانتماء السياسي والمناطقي، ليكون الشكل النهائي لحرب أبوظبي في اليمن عددا يكبر كل يوم من الكيانات الصغيرة والهشة تدور جميعها في فلك الإمارات. قالت أبوظبي بشكل واضح إنها في حالة حرب مع حزب الإصلاح، وهو جزء فاعل ضمن هيكل السلطة الشرعية، ومع ذلك لم تعلن هذه السلطة ولا الإصلاح موقفا من ذلك، ليبدو صمت بقية الأحزاب والفعاليات المدنية مبررا أكثر. لم تخفي الإمارات نواياها يوما، وقد كانت شواهد حروبها وضحاياها تتزايد كل يوم، لكن هذا الاعتراف الصريح يضع السلطة الشرعية في مواجهة متطلبات متزايدة بمواجهة أبوظبي ومحاسبتها. فهل لدى الشرعية القدرة على أمر كهذا؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور والعافية. كما تابعت وتابعنا في التقرير وحديث نائب رئيس هيئة الأركان الإماراتي الذي قال بكل وضوح كنا في اليمن، وقالها يعني شهادة للتاريخ بحسب قوله، ونشكره لهذا الاعتراف، إذ قال كنا نحارب 3 أعداء: الحوثي والإخوان المسلمون وطابورهم الخامس، والإرهاب، القاعدة وداعش. من الذي خول الإمارات أو فوضها تحارب كل هؤلاء؟ شكرا جزيلا أختي آسيا. لا ننكر مطلقا أن للإمارات تقريبا 8 منجزات في اليمن نعترف بها ونشيد بها. وبداية قبل أن أعدد هذه 8 وأجيب على سؤالك، وأذكر فقط بأن كلمة نائب رئيس هيئة الأركان مكتوبة. معنى هذا أنها مراجعة
بالضبط. ومتفق عليها وموجهة من قبل ولا يمكن لا لرئيس هيئة الأركان ولا 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 أن يتحدث بكلمة واحدة خاصة إذا كانت مكتوبة إلا بضوء أخضر من محمد بن زايد وفريقه. إذن الكلمة تثبت الإدانة. الكلمة هنا تثبت الإدانة ويعني يصح أن يترافع أمام المحاكم الدولية بناء على هذه الكلمة. أما منجزات الإمارات، أولا من خولها؟ الذي يتحمل نتيجة هذا التخويل قالوا رضينا أو قالوا أبينا هي المملكة العربية السعودية ورئاسة الشرعية، حتى نضع كما يقال النقاط على الحروف بعيدا عن المواربة. الإخوة في المملكة العربية السعودية هم الدولة وهم البلد وهم الجهة التي لجأ إليها رئيس اليمن عندما حصل الانقلاب. المملكة العربية السعودية هي التي أنشأت التحالف ودعت إليها الإمارات وغيرها، فهي بالمقام الأول تتحمل كل هذه المسؤوليات وتدان، وعليهم أن يثبتوا العكس. الآن الإمارات اعترفت رسميا بأنها جاءت تقاتل وتقتل على عدة جبهات. بالضبط. نعم. الآن الإخوة في المملكة العربية السعودية يجب أن يحددوا موقف. الجهة الثانية هي الرئيس هادي وفريقه، رئيس هادي، محسن، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، إلى غير ذلك من المؤسسات التنفيذية، هي الآن معنية باتخاذ موقف تجاه هذا التصريح، الاعتراف بهذه الجرائم. أما منجزات الإمارات فأنا سأعددها، ما ذكرها كلام إنشائي، أنا سأذكرها بما لا ريب فيه مطلقا ولا نقاش، كل الوثائق، كل العالم يعرف ذلك. أول منجز من منجزات الإمارات أنها أنشأت كيانات مسلحة خارج مؤسسات الدولة والشرعية، وبعضها تعلن بأنها لا تعترف بالشرعية. هذا منجز من منجزات الإمارات. المنجز الثاني أنها مزقت صفوف الشرعية، اصطف اليمنيون اصطفوا إلى كيانين مع بعد الانقلاب، كيان مع الحوثي وفريقه، وكيان مع الشرعية، وكانت الأمور مميزة وواضحة. تماما وواضحة. جاءت الإمارات ومزقت هذه الشرعية ممزقة إلى 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 متصارعين، إلى متقاتلين، مزقتهم إلى مشاريع أخرى، حرفت مسار اليمنيين، وهذا أمر مثبت لديها. ثالثا، منعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان من ممارسة أعمالهم في المحافظات المحررة، وصاحبنا يباهي بأنهم حرروا وحرروا 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 لمن يعني؟ سنتحدث عن هذا. نعم. نقطة التحرير. الأمر الرابع، عطلت الموانئ والمطارات، وأنا هنا أذكر اليمنيين جميعهم بلا استثناء بأن الإمارات العربية المتحدة وأولاد زائد بالتحديد أجندتهم في اليمن هي تعطيل ثروات اليمنيين حتى تبقى موانئها شغالة، خاصة الآن مع طريق الحرير. ما أحد الكلام هنا واضح تماما، أرجو من اليمنيين أن يدخلوا على يعني مواقع التفصيل ويعرفوا هذه الجريمة التي يرتكبها. من قبل ثورة فبراير استأجر الإماراتيون ميناء عدن وعطلوه. صحيح. عندما استأجروه على أن يجعلوه يشغلوه تبع موانئ دبي، ولكنهم عطلوه، وهذه سياسة الإمارات في اليمن، ستعطل كل الموانئ وستعطل كل الجزر. المنجز الخامس، قصفت الجيش الوطني وقتلت المئات من أبنائه. منجز. الذي يليها السادس، قصفت عشرات منازل ومدارس. قبل أن ننتقل يعني حتى نذكر أنها في قصفها للجيش الوطني قالت بأنها ستقصف إذا تكرر. بالضبط. يعني إذا خرجوا عن يعني تعيد. أستاذ آسيا. نعم. أنا قلت سأأتي بحقائق. نعم. لا يمكن أحد ينكرها، هي هددت وهي قصفت. طيب. من الذي قصف الجيش الوطني في نقطة العلم؟ من آخر قصف؟ وأعلنت بعد القصف. بالضبط. آخر قصف للجيش الوطني في مأرب قصفته الإمارات. هي قتلت الجيش. كثير من ضربات الجيش في نهم قصفته طائرات الإمارات. المنجز السادس، قصفت عشرات المنازل والبيوت والأسواق من المدنيين وقتلتهم. وللأسف ينبري البعض ليدافع ويقول خطأ. أي خطأ؟ اليوم نحن في عصر التكنولوجيا، في عصر قصف سيارة واحدة من موكب، حتى يعني في قصف غرف نوم وليس مباني، نحن في عصر تكنولوجيا حديثة، فصار بإمكانية الطيران، بإمكانية التكنولوجيا اليوم وهذا السلاح الفعال، أن يقصف غرفة واحدة من مبنى. وقد شاهدت بعيني عندما زرت غزة
كيف قصفت بعض الـ يعني الشقق من مبنى متكامل، ثم يأتي يقصف لي عزاء ويقصف مدرسة ثم يقال خطأ. المنجز السابع: قتلت المدرسين والخطباء وقيادات المجتمع المدني في عدن، وهنا لم تقتل الإخوان المسلمين، قتلت خطباء من أروع الخطباء من مختلف الاتجاهات، قتلت مدرسين. المنجز الثامن: أنشأت كيانات مسلحة، وكانت وهذه طبعا الجرم الرئيس الذي يتحمله هو الرئيس هادي وفريقه من البداية. يعني لماذا لم تكن هذه الكيانات تحت إطار وزارة الدفاع إلى غير ذلك؟ فهي أنشأتها وهو منجز من منجزاتها. هذه هي بعض منجزات تعقيبا فقط على نقطة أنها قتلت من المدرسين الخطباء وهم ليسوا من حزب الإصلاح، حتى لو كانوا من حزب الإصلاح. لا سناتي يعني الآن هو الغريب، يعني من الذي صنف هؤلاء بأنهم أعداء؟ لنقل الحوثي معروف بأنه انقلابي، القاعدة وداعش أيضا لما تسببته والجميع يعرف، لكن من الذي صنف أن الإخوان المسلمون وطابورهم الخامس، وبالتأكيد يعني حزب الإصلاح وهو جزء من الشرعية، وأنا لست الآن في معرض عن الحزب ولكن في معرض الدفاع عن مكون سياسي يعني ينضوي تحت الشرعية، لواء الشرعية، وهو جزء منها يعد. أنا هنا أريد يا أستاذ أن أنبه إلى تنبيه مهم. هم عندما يقولون الإخوان المسلمين لا يقصدون الإصلاح وحدهم، هم يقصدون كل إسلامي، لا كل إسلامي أولا. ولهذا السلفيون، راوي الشهيد راوي ما كان إصلاحيا ولا كان يوما ما منتمي للإصلاح، وهو معروف بتوجهه من في السلفية وفي جمعية السلفيين وكيانات السلفيين. كثير من الخطباء الذين صفتهم الإمارات في عدن السلفيون أكثر من الإصلاح. الإصلاح معدودين بالنسبة للخطباء. صفت من؟ صفت التوجهات الإسلامية والتوجهات الوطنية، صفت كل صوت، كل إنسان، كل شخص، ولكنها علقت عليهم شماعة الإخوان المسلمين. يعني التبرير الذي تريد أن الآن نحن أمام الإخوة في السعودية والشرعية، إن كانوا والله قد صنفوا الشهيد راوي وصنفوا الشهيد صالح حليس وصنفوا هؤلاء الخطباء وشوق كومادي وغيره، إن كانوا قد صنفوهم أنهم يعني من الأعداء لنقول هذا الأمر الآخر. استدعيت الإمارات لهدف معين، أعلن في حينه إعلان عاصفة الحزم، أعلن في عاصفة الحزم بأن هذه العاصفة وأن هذا التحالف جاء لإنهاء، حتى ليس لقتل، ركزي مع الألفاظ القانونية، ما جاء لإنهاء انقلاب، لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثيين، وجاء لاستعادة الدولة وتمكين مؤسساتها. هذا الهدف الذي جاء من أجله التحالف، وطلبت الإمارات للانضمام للتحالف على ضوء هذا الهدف الذي طلبه الرئيس هادي من المملكة العربية السعودية، وأكدته المملكة العربية السعودية في تدخلها، واستأذنت من المجتمع الدولي الذي أعطاها إذنا بالتدخل على ضوء هذه الأهداف، وهي إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي، إنهاء انقلاب وليس قتل. حتى القتل إذا الحوثيون سيسلموا سينهوا انقلابهم لا يصح أن يقتلوا، يعني حتى من ناحية القتل. نعم. إنهاء الانقلاب، استعادة الدولة، تمكين مؤسساتها. أين الثلاث بالضبط؟ هذا إذا تساءل المملكة العربية السعودية والإمارات على ضوء هذه النقاط. هي تريد أن تصدر نفسها لمسارين اثنين، تريد أن تصدر نفسها على أنها ستقتل وستبيد كل التيارات الوطنية، وأنا هنا أنبه الإخوة القوميين واليساريين واليمنيين واليساريين، أنبههم وسأثبت لهم الآن أنهم معنيون بهذه التصفية بدليل. الإمارات اليوم تستفرد بالمحافظات الجنوبية، فهل الأحزاب السياسية لها حضور فيها؟ ليس الإصلاح فقط، الحوثيون صفوا جميع الأحزاب، ما تركوا أحد، حتى الذين جاملوهم من بعض اليساريين القوميين الإسلاميين الذين جاملوا الحوثيين وبرروا الانقلابة، أتحداهم اليوم يقيموا فعالية واحدة، لا يستطيعون مطلقا إلا بإذن المشرفين الحوثيين، ولتكون صورية فقط لا غير، ثم ينفضوا المولد كما يقال بلا حمص. كل الأحزاب صفيت من صنعاء بما فيها المؤتمر الشعبي العام، جناح الحوثيين ما يستطيعوا يشتغلوا، بل إنهم محاربون أكثر من غيرهم.
إذا الحوثيون واضح تماما وهم سبب البلاء طبعا، وهم سبب كل هذه المشاكل، حتى لا يعني يتصور يظن أننا الناس بأننا نقول عدوان وعدوان. نعم. هم العدوان وهم هم من جلب بالضبط هذه الكارثة. الإماراتيون نفس الكلام، أتحدى الأحزاب السياسية اليوم تشتغل في المحافظات الجنوبية. إذا أنبه إخواننا اليساريين والقوميين واليمينيين والمؤتمر الشعبي العام وجميع الأحزاب والإسلاميين بأن المستهدف ليس الإصلاح، المستهدف هم بالترتيب كل وطني منحاز لوطنه يرفض انتقاص السيادة ويرفض نهب الثروات إلى غير ذلك. الحياة السياسية بشكل عام، دولة الإمارات العربية المتحدة للأسف من الدول التي لا تؤمن بالعمل السياسي، ولهذا في 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 قوانينها حظر أي عمل سياسي في الدولة، ولهذا هي تريد أن تصفي العمل السياسي في المحافظات في اليمن، ولهذا جاءت هي تريد أن تصفي الملعب. حتى للأسف، وهذه معلومة مهمة، حتى الجنوبيين الأحرار الذين يريدون الجنوب ويؤيدون الانفصال ويريدون استعادة الجنوب كما يقال، أنا أتحدى الأحرار منهم يمارسوا أي دور الآن. ولهذا تتابعي أنت بعض، لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا يستعدوا أكثر، بعض الأحرار والحرائر من الجنوبيين الداعمين لمشروع إعادة استعادة الدولة كما يقال والانفصال كما نسميه، الآن هم مهمشون وأحياناً يعتدى عليهم ويهانوا من قبل بلاطقة أقرب إلى تنظيمات الإرهاب سأسأل عن دور السعودية فيما. فإذا جاءت الإمارات لتصفية الحياة السياسية وتصفية كل حر في المحافظات الجنوبية. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف عادل الحسني الناشط الحقوقي. مرحبا بك أستاذ عادل. مرحبا بك ضيوف الكرام. أهلا بك. استمعت بالتأكيد لحديث نائب رئيس هيئة الأركان الإماراتي وقولها أنه الإمارات أتت لمحاربة جملة من الأعداء، برأيك لما لم ترد الشرعية ولا حتى حزب الإصلاح على تصريح قيادي في الجيش الإماراتي بأنهم يحاربون الإخوان المسلمون وطابرهم الخامس حد قوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو حقيقة شيء مستغرب يعني، ولكن هذا يضاف إلى كثير من التحفظات التي حصلت من قبل الرئاسة أو الحكومة أو رئاسة البرلمان لكثير من الجرائم التي حصلت في البلد، من الاغتيالات، من الاعتقالات، من السجون السرية، من التصفيات. كل هذه الأعمال وقفت فيها الشرعية والحكومة والبرلمان موقف سلبي جدا، بل على العكس أحيانا نصطدم بمواقف سلبية مثل موقف وزير حقوق الإنسان حيث ينكر أن هناك جرائم، أو نائب وزير الداخلية حيث ينكر أن هناك سجون سرية. فالمال الإماراتي والمال السعودي فعل سهل الكبير في ذلك. أما عن حزب الإصلاح فهو في خيارات صعبة يعني، قياداته كلهم موجودين في الرياض وهو شبه يعني مكبل اليدين، والحوثي توعده والانتقالية توعده والإمارات توعده، وهو أيضا تبنى رسميا أنها خلع نفسه من حركة الإخوان المسلمين، وأعداءه لن يرضوا بهذا الكلام أبدا، سيقتلونه سواء تخلى أو لم يتخلى، سواء ثبت أو لم يثبت. في الأخير هم اليوم يعني بصريح العبارة يذكرون أنهم قتلوا الإخوان المسلمين وطابورهم الخامس، لكن عندي ملاحظة يجبنا نركز عليها جميعا في قضية طابورهم الخامس. تحت هذه اليافطة نعم يضمون من يشاؤون. نعم. كل من خالفهم من السياسيين، من القادة، من النخب، من المثقفين، من الإعلاميين، فهم سيكونون في ضمن الطابور الخامس. فهنا هل قضية قتال الطابور الخامس في اليمن هل هذا منص عليه في عاصفة الحزم؟ هل نص على هذا في قرار مجلس الأمن 2016؟ هل هذا في المبادرة الخليجية؟ من أين أتوا؟ من الذي خول الإمارات أن تقتل في اليمن باسم الطابور الخامس؟ يعني أين المنظمات الدولية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين القوانين الدولية؟ هذا انتهاك صارخ واضح للقانون الدولي أن تشن الإمارات حرب في اليمن تحت قرار مجلس الأمن ثم تخرج عنه كليا وتعترف رسميا أنها قتلت فئات في المجتمع اليمني من خصومها السياسيين وسمتهم الطابور الخامس. نعم. أستاذ عادل، يعني هناك مكتب محاماة بريطاني يذهب نحو التصعيد ضد مسؤولين إماراتيين ويطالب أمريكا وبريطانيا وتركيا أيضا بالقبض عليهم، ما تفاصيل هذا الموضوع بحكم أنك فيه؟ والله أنا أحد الذين شاركوا في هذا المكتب في الإدلاء
بشهادتي وتوكيل الأخوة فيه، وإن كان هم يعني يحاطون نفسهم بكثير من السرية حتى يعني يصلوا إلى نتائج إيجابية في ذلك، فهم تمكنوا من إيجاد أدلة دامغة على تورط ضباط إماراتيون في إماراتيين في اغتيالات، وعندهم الأسماء وعندهم الصور، وهم سيلاحقهم في هذه الدول التي قبلت فتح الملفات في بريطانيا وأمريكا وتركيا، ثم سينتقلون إلى دول أخرى. فهذه خطوة نحن نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. في الأخير الإمارات هي دولة لها علاقاتها وتحب أن تحسن صورتها في العالم، ولها يعني سياستها واقتصادها يتأثر، فمثل هذه الأعمال مثل هذه الملفات التي تتصدر دوليا لا شك أنها ستأثر عليها، ستأثر على اقتصادها، ستأثر على سمعتها، وستحد يعني من 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 تصرفاتها، بل ستراجع سياستها في المنطقة عموما. لكن عندما يترك لها الحبل على القارب ولا أحد يتكلم ولا أحد يظهر حقائقها ولا جرائمها، ستستمر حقا وحتما في 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 الاستمرار في دمويتها في المنطقة. نعم، إذا يعني هل تعتقد أن هذا التصعيد القانوني قد يشكل أو يؤثر على ما تحدثه الإمارات أو على القرار الإماراتي يعني ربما يحد من جرائمها أيضا في اليمن؟ هل تتوقع ذلك؟ والله ليست فقط هذا شركة المحاماة أو المنظمات، حتى أنتم دوركم في الإعلام، أنت يعني واكبتي أستاذة آسيا، واكبتي الأحداث منذ البداية، ألا تلاحظي أنه بعد الكشف عن حقائق الاغتيالات في عدن، عن حقائق الأسماء، عن حقائق ملف الشيخ الراوي، اسم الضابط أبو سلامة الإماراتي، خروج يعني اسم هاني بن بريك، خروج القتلة في الاعترافات، ألا تلاحظي أن هناك يعني تراجع في 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 في, في بعض الاغتيالات، تراجع في بعض الأعمال، فلا شك أنها يعني على الأقل تحد وتخف من 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 الجريمة. وفي نفس الوقت كما قلت لك الإمارات هي تستخدم ميليشيات، تستخدم عصابات يعني تستأجرها بالمال، لكن عندما سيأتي الدور عليها هي نفسها في محاسبتها، هي في محاسبة ضباطها، في قيادة الجيش، فأنا عندي يقين أنهم سيدفعون ثمن غاليا، وهم يعلمون أنهم يعني حتما سيقفون يوما في هذه المحاكم، وإن لم يقفوا في محاكم الأرض فهناك محكمة السماء التي تنتظرهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عادل الحسني الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ شوقي. أستاذ شوقي، ونحن نتحدث عما قامت به الإمارات وهي تعترف أيضا بهذا الوضوح، ألا يعد أي تحرك للإمارات بسيط أو كبير، طلعة جوية أو غيرها، تحت موافقة السعودية؟ ليس هناك شك مطلقا بأنه أقول موافقة أو عدم الموافقة، هذا شيء آخر. أنا يهمني أن الدولة التي لجأ إليها الرئيس هادي هي الإخوة في المملكة العربية السعودية، وتكفلوا هم بقيادة التحالف، وبالتالي لا يخلو مطلقا، لا يبرؤون من هذه المسؤولية، لأن في قوانين الحرب وفي قوانين الإبادة وفي قوانين قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية أن الرأس يتحمل مسؤولية الفروع التي تمارس، وعليه أن يحدد مواقف عند اكتشاف كل جريمة. أحيانا ربما قد يقول الرأس، ولماذا يحاكم الرؤساء؟ يعني الآن لماذا على سبيل المثال يحاكم الرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو يطلبوا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ هل هم الذين نزلوا يقتلون أو يصفون؟ لا، في وزراء، في قيادة عسكرية، لكن لأنه يعتبر القائد العام أو القائد فهو مسؤول عن. فالإخوة في المملكة العربية السعودية الآن مسؤولون، ويجب أن يحددوا موقفا واضحا أمام تصريح هذا القيادي العسكري في الإمارات العربية المتحدة الذي صرح بخطاب مكتوب، فهو تصريح رسمي، نحن نطالب الإخوة في المملكة العربية السعودية بتحديد موقف من هذا الانتهاك، من هذه الجرائم. تتوقع أن الشرعية ستتحدث؟ الشرعية للأسف يعني هشاشة الشرعية هي التي جرأت علينا كل هؤلاء. يعني من كان يصدق أن يعني دويلة بسيطة مثل الإمارات العربية المتحدة تستأسد في اليمن وتفكر باحتلال اليمن؟ والله أن بعض اليمنيين يحرج عندما يقال احتلال الإمارات، يعني بالأخير كبيرة جدا، لكن للأسف من السبب؟ الشرعية تتحمل مسؤولية، الرئيس هادي بالتحديد ونائبه محسن بالتحديد، هؤلاء يتحملون كل هذه المسؤوليات
لأنهم يستطيعون أن يحددوا مواقف. إيش معنى في بعض المواقف الرئيس هادي يحدد مواقف حدية؟ نعم. هناك أشياء رفضها الرئيس هادي تماماً أو فرضها الرئيس هادي تماماً. لماذا في هذه المواقف؟ لماذا لا يتحرك تحرك؟ ألا تعتقد أن هناك دور أيضاً لحزب الإصلاح لسكوته؟ يعني ربما برر الأستاذ عادل كونهم في السعودية يعني ليس هذا السبب. سمعته. ليس هذا السبب. يعني لما يقبل على نفسه؟ يعني أنا أتذكر مرة من المرات أستاذ شوقي كان هناك يعني اتهام لحزب أو تجني من الإمارات لحزب الإصلاح في تعز، وظهرنا في حلقة وفوجئنا ببيان من حزب الإصلاح يدافع عن الإمارات وأنها يعني مهما حدث من إساءات لا نجد أي ردة فعل حقيقية لحزب سياسي مكونه كبير. أمران اثنان. الأمر الأول، الإصلاح هو الضحية، فتحركه لن يضيف شيء لأنه الضحية والمستهدف. لكن نحن نتمنى من الشرعية ونتمنى من القوى الأخرى. لا تستطيع الضغط على الشرعية؟ أنا أقول المرة، دعيني أفسر الموقف. أنا يعني عندما الضحية نفسه تطالبه بموقف، ما هو قد الضحية أكيد له موقف، لكن هو ضحية اصلا الان. المطلوب من 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 القوى السياسية الاخرى التي تعرف ان الاصلاح حزب مدني سياسي، ومن الشرعية التي تعرف ان الاصلاح احد اهم المرتصين في صفوفها. هذا السبب الاول. السبب الثاني، ان التصريح القائد العسكري الاماراتي انه قال الاخوان المسلمين، وبالتحديد سيقول لك الاصلاحيون نحن لسنا الاخوان المسلمين. على الشرعية الان أن تسائل الإمارات وأن تطلب من الإمارات من هم الإخوان المسلمين الذين قتلتهم أو قاتلتهم في اليمن. نحن نريد أن نعرف بالضبط من هم الإخوان المسلمين. يعني المصطلحات لها علاقة فيه، وخاصة في العلاقات السياسية والقانونية. هو قال الإخوان المسلمين، لم يقل الإصلاح. كوننا نحن نعرف من، ولهذا قلت لك أنه لا يقصد الإصلاح لحالهم، يقصد بكلمة الإخوان المسلمين تيارين اثنين، كل الإسلاميين وكل الوطنيين. صفي أناس وطنيون ليسوا حتى من التيارات الإسلامية، قتلوا صفوا. الجيش الذي قتل ليسوا إخوان مسلمين ولا إصلاح ولا سلفيين ولا ولا ولا. الوزراء الذين يمنعوا الآن من دخول المحافظات الجنوبية، وربما بعضهم يتعرض لاغتيالات، يعني لمحاولة اغتيالات. المحافظين الآن على سبيل المثال، محافظ سقطرى من؟ اشتراكي، وليس له حتى ليس إصلاحي ولا حتى من التيارات السلفية، هو من الحزب الاشتراكي، قيادي في الحزب الاشتراكي، لكن لأنه وطني فيعتبر الآن عدو الإمارات. نعم، لكن أستاذ شوقي يعني نحن نلف وندور ونعود لنفس الدائرة. يعني الإمارات تتحرك بمخالفة لأهداف التحالف التي جاء يعني إليها. اليوم الخطاب يكشف ما الذي صنعته الإمارات، كل ذلك تحت مرأى ومسمع من السعودية. ربما تحدثنا في أكثر من حلقة بأنه لا يسمح بطلعة جوية واحدة إلا من غرفة العمليات المشتركة والتي السعودية توافق عليها. يعني مقتل الجنود في الجيش الوطني في بوابة العلم كان بموافقة السعودية، ومع ذلك نجد صمت، نجد لا مبالاة، نجد تهدئة للأوضاع كلما احتدت المواقف، تتدخل فقط لتهدئ الوضع. يعني أين هي السعودية كثقل وكواجهة للتحالف؟ أختي، أقصد حتى لا نكرر، أنا قلت لك السعودية هي الملاذ التي لجأ إليها الرئيس هادي، وهي التي أنشأت التحالف، وكل الدول التي دخلت إلى التحالف لم يقبلها اليمنيون لأنها جاءت من يعني من هنا أو من هنا، قبلها لأن رأس التحالف هو الذي اختار وهو الذي نعم لكنها التحالف. فهي تتحمل المسؤولية. آوت وكبلت في نفس الوقت، يعني هي من تتحمل. لكني سأعود إلى موضوع نعم. الإمارات. الإمارات هي لا تستهدف اليمن فقط، الإمارات اليوم ضحاياها وجرائمها في كل البلاد العربية. من قصف مدرسة الجنود الذين مرابطين في معسكرهم التدريبي في ليبيا غير الإمارات؟ من الذي يقتل الآن في الصومال وفي الإمارات؟ الإمارات أجندتها أجندة مشبوهة، يعني ما عادت القضية متعلقة في الأجندات. الإمارات اليوم تقوم بدور مشبوه لتمزيق المجتمعات ومنع أي نظام ديمقراطي. أتفق معك، ولكن أستاذ شوقي سأعود إليك في هذه النقطة.
يعني لنتحدث عن اليمن وموقف الإمارات بإشراف السعودية، ولكن اسمح لنا أن تنضم معنا الأستاذة ميساء شجاع الدين. مساء الخير أستاذة ميساء، من عبر الهاتف من المنامة، الباحثة السياسية. مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. أهلا بك أستاذة ميساء. كيف تابعتي تصريح نائب رئيس هيئة الأركان الإماراتي وهو يتحدث عن 3 أعداء جاءت الإمارات لأجلهم في حفل استقبال الجنود عائدين من اليمن؟ هي أولا لازم نكون واضحين في نقطة أن الإمارات لما دخلت في اليمن هي مختلفة أجندتها عن السعودية من البداية. أولا هي دولة لا حدود لها مع اليمن، يعني فكلفة تدخلها هي مثلها مثل قطر مثل إيران، كلفة تدخلها بتكون شوية سهلة عليها، يعني حتى لو تدخلها فشل أو تداعيات الفوضى أو الانقسام داخل اليمن لن تتعثمنها بأي شكل من الأشكال. هذا أمر مختلف عن عمان والسعودية التي لديها حدود مع اليمن ولديها مخاوف على أمنها. فالإمارات طبعا عندها عداء مع الإخوان المسلمين من 2011، وهي كان واضح أنها ركبت، ممكن نقول ركبت الموجة الثورية المضادة منذ استقبلت زوجة زين العابدين، وزين العابدين سافر للرياض. فبالتالي هي كانت من البداية معارضة لهذا الحراك، وكان الإخوان المسلمين مشاركين فيه بكثافة في كل الدول العربية، وهذا كانت أحد أسباب الخصومة، يبدو مثلا في أسباب أخرى. فبالتالي الإمارات كانت برضو من الدول التي شاركت بشكل كبير في مسألة إزاحة مرسي في مصر. فبالتالي الإخوان بالنسبة للإمارات هم خصم مثلهم مثل الحوثي. مسألة أن هم كيف حتحارب خصمين في ذات التوقيت هذا مسألة ثانية. كذلك القاعدة هي مهمة، إنه الإمارات الآن هي ماسة غربياً، ماسكة ملفات أمنية، وصار يعتمد عليها في مسائل متعلقة بالأمن في المنطقة مثل مكافحة الإرهاب اللي هو القاعدة وداعش. لكن التقارير الدولية أستاذة مايسة ربما أظهرت كيف حاربت الإمارات القاعدة وداعش، يعني هناك اتفاق حدث. هي عملية مدهشة، أنت تتكلمي على جماعات هلامية طبعا الكل متورط فيها الآن، وهي كمان يعني دول المنطقة المختلفة تورطت مع هذه الجماعات، وهي في الأخير قضية فيها بعض استخباراتي على يعني مسألة فيها يعني قضية هلامية، احنا مش لحد الآن ما نعرفش كل تفاصيلها. لكن أيضا هذه الاتهامات طاردت الطرف الآخر في الحرب اللي هم الطرف الشرعية والسعودية أيضا، فهم موجودين. هذه جماعة سائلة، يعني ليست جماعة متماسكة، ليست تنظيم بحيث نقول إنه مثلا والله قائد التنظيم هذا قال إنه واقف مع هذا الطرف فبالتالي هو واقف مع هذا الطرف. هو فكرة داعش والقاعدة هي فكرة أكثر منها تنظيم، وفي بعض تنظيمي، لكنها المسألة في النهاية هي فكرة، وهي طبيعتها في الجماعات متشردمة إلى حد ما. طيب يعني مصطلح الإخوان المسلمين وطابورهم الخامس، ألا تجدي أنه مصطلح فضفاض، خاصة مسألة الطابور الخامس يستطيع أن يضم تحت هذا العنوان كل من خالفه أو كل من لم يعجبه؟ هذه عقلية معروفة، يعني هذه هي طبيعة الخطاب العربي من الخمسينات، يعني الطابور الخامس. إذا أنت حابة أن أنت تتكلمي على عدو هلامي، كل من عارضك هو طابور خامس، فأنت إذا أنت لست إخوان مسلمين فأنت بتعارضيني، فأنت أيضا طابور خامس بيشتغل مع الإخوان المسلمين بشكل من الأشكال. طيب دعيني أعود لبداية حديثك. طبيعة الخطاب العربي يعني. نعم، دعيني أعود لبداية حديثك حين تحدثتي أن الإمارات ربما لا يوجد لديها ما تخسره، خاصة أنه لا يوجد لديها حدود مشتركة. إذن السعودية هي من تدفع الثمن، فلما تقبل بما تصنعه الإمارات من عبث ومن عدم يعني وتقويض الدولة وعدم إرساء قواعد الشرعية كما قيل بأنهم آتين لذلك؟ هو صعب توصفي انه دور الامارات هو عبث. الامارات هي تدرك ما هي تريده، يعني المساله بالنسبه لها ليست عبث، هي لديها اهداف معينه. الامارات دخلت مع السعوديه الحرب، وهي كانت فعلا هدفها اعاده الحكومه الشرعيه، لكنها اختلفت مع هذه لعده اسباب، كانت ابرزها استقاله بحا، اقاله بحا مش استقاله بحا، اقالته.
ثم علاقتها لم تكن جيدة مع بن بغر وخلافاتها مع هادي بخصوص حضور الإخوان في حكومتها ومكتبها الرئاسي وإلى آخره. هذه كانت قضايا كثيرة أثارتها الإمارات وهذه لم يستجيب لها، فهي بالتالي قررت أو تغيرت أهدافها ممكن نقول، أو هذا يحدث في أثناء الحروب أنه تتغير أهداف المشاركين في الحرب، أو فتغيرت أنها هي ضد الحوثي، هذا الذي حدث في الجنوب عندما ساهمت في طرد الحوثي بشكل أشكال، وهي أيضا ضد لا يعنيها كثيرا عودة الحكومة الشرعية. وبدأت تأسس كيانات موازية في الجنوب وفي الشمال طارق صالح، وفي الجنوب نظيف الانتقالي، والإمارات هي متابرة يعني أكثر من السعودية، وهي أسست فعلا حلفاء يعني استطاعت أن تؤسس عملاء يعني أطراف حليفة لها من الصفر وكيانات لها، بينما السعودية تتعامل مع من يتعاملوا معها بشكل غير منظم. هي لم تؤسس حلفاء عمليا، هي جات على الحاصل وتعاملت مع الموجود، توزع فلوس هنا وهناك، وهم يتعاملوا معها بالقطعة أو باليومية على حسب احتياجهم بالسعودية أو احتياج السعودية لهم. فبالتالي هي لم تستطع تأسيس كيانات موازية مثل الإمارات، تتعامل مع الحكومة ولكنها غير راضية عن أداء الحكومة وغير راضية عن وجود حزب الإصلاح وعن أدائه وعن كل مكونات السياسية الموجودة داخل الحكومة وعلى رأسهم هادي، لكنها غير قادرة على تغيير، لا تمتلك الجرأة أو القدرة على أنها تغير من حلفائها على الأرض. فبالتالي طبيعة الأدوات وطبيعة الأساليب مختلفة، وهذه لها علاقة بطبيعة رسم السياسات في النهاية. هذه دولة الإمارات السعودية دولة لها سياسات قديمة في اليمن، طبعا السعودية دخلت الحرب أيضا بسقف أهداف مرتفع جدا، انخفض بشكل كبير، أدركت الواقع أنه اليمن واجهها معقد، حلفائها ليسوا بالقوة الكافية أنها تصل للأهداف التي كانت تسمح لها، وصارت أكثر برونة في أنها لابد أن تتعامل مع الحوثي يمكن كحل من الحلول، لكن في إطار في أطر معينة، خصوصا أن الحوثي نجح في نقل الحرب إلى داخل السعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ميساء شجاع الدين الباحثة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من المنامة. أستاذ شوقي، إذن يعني ربما تجد الأستاذة ميساء بأن الإمارات لا يوجد لديها عمليا ما تخسره على الأراضي اليمنية، لا يوجد لديها حدود مشتركة بعكس السعودية وعمان، ألا تخشى السعودية من ما أحدثته الإمارات من إنشاء كيانات موازية مسلحة خارج الشرعية، إنشاء أحزمة أمنية، الفوضى والقلق الذي أحدثت؟ بالضبط، شكرا للأستاذة ميساء، هذا الذي نحن نعول عليه. لماذا لا زال هناك لا زال يعني من اليمنيين من لا زال يعول على دور المملكة العربية السعودية؟ لهذا السبب، الإمارات دولة عابثة، يعني تعبث، ليست مهددة بأي شيء، لا بيننا وبينها حدود ولا حتى العمالة، يعني عمالة اليمنيين في الإمارات لا يمثلون، بل قد نكلت بكثير منهم، سجنت وعذبت وانتهكت حقوق كثير من اليمنيين الأكاديميين وغيرهم، وبالتالي ليس فعلا كلام صحيح، دولة عابثة. نحن نعول، لازلنا نعول، ولا زال من اليمنيين من يعول على دور المملكة العربية السعودية، لأن أي عبث باليمنيين وأي عبث بهذا البلد وأي تمزيق للنسيج الاجتماعي وأي تعزيز وإنشاء للميليشيات المسلحة وإلى آخره سيعود بالويل والثبور على المملكة العربية السعودية. لا يتصور الإخوة في المملكة العربية السعودية أنهم قادرون على أن يمنعوا ذلك. إذا كان الاتحاد الأوروبي كله ما استطاع أن يمنع، إذن لا تعويل على السعودية ولا على الشرعية. لا هناك تعويل، لا زال هناك من اليمن يعول، من اليمنيين نعم، لكن المنطق هل ما زال هناك تعويل؟ نعم أقول لك لماذا. يعني المنطق يقول أنه مصالحك ستتضرر، المنطق يقول أن مصالحك ستتضرر، أن أمنك سيهدد، أنت معني، الحوثيون لا أمان لهم، قالها السياسي الخليجي، قالها بالحرف الواحد وموجودة على اليوتيوب،
أنه قبل أن يدخل عبد الملك الحوثي وميليشياته إلى صنعاء طلب منه أن يتعهد بخط مكتوب، وتعهد بخط مكتوب وقال هذا السياسي إن هذا التعهد موجود في مكتبي. لا يمكن يتجرأ ويقول هذا الكلام يعني نهارا جهارا على مستوى فضائيات محترمة، لا يمكن مطلقا. وكان الإمداد للخليجي للحوثيين إمداد خليجي، لم تمدهم إيران في بداية الأمر، أنا سأعلنها للملأ كله. طيب يا أستاذ، إيران لم تمد الحوثيين في بداية الأمر لاقتحام عمران واقتحام صنعاء، مولوا من دول خليجية لإجهاض الربيع العربي في صنعاء وإجهاض إرادة المواطنين في اليمن، وبالتالي مولوا خليجيا، والتزم الحوثيون أمام الخليجيين الممولين بأنهم فقط لا غير سيدخلون إلى مشارف صنعاء، سيقضون على الإصلاح والفرقة الأولى وجامعة الإيمان وعلى مراكز الأحزاب والوطنية وغير ذلك. وإذا بهم اقتحموا صنعاء، طلب منهم بعد ذلك أن يتوقفوا في صنعاء ويرتبوا الأمر ويعودوا. وقع على ما سمي باتفاقية السلم والشراكة، سالت شهية الحوثيين، عاد ولاؤهم الحقيقي لإيران، تحركوا باتجاه عدن وإلى غير ذلك. ولهذا لا يأمن إخواننا الخليجيين، لا يتصوروا أن اللجنة الخاصة. اسمح لي أستاذ شوقي، أنت تحدثني عن المنطق. نعم، المنطق يقول بأنه كلما زاد العبث في اليمن أول المتضررين بالضبط، أول المتضررين السعودية، لكن الواقع ما الذي يقول؟ أنا أعول خمس عليه. سنوات الإمارات تعبث باليمن، خمس سنوات والسعودية تتباطأ في تحرير اليمن. اليوم يتحدث نائب رئيس هيئة الأركان عن الحمد لله تطورنا، يعني صرنا 90% من الأراضي المحررة. كذب يعني 85 الذي ظلوا يغنوا، حتى كلمة 85% يغنوا الآن صارت 90%. لا لا لا، لم تستطع الشرعية الذهاب في كيلومتر مربع من الخمسة. لم نستطع أن نوجد مكان ينعقد فيه البرلمان. طيب هذا كله والسعودية بعد لم تكتشف بأن أمنها مهدد، وصلت صواريخ الحوثيين إلى يعني مطاراتها وإلى مؤسساتها وإلى يعني وأحدثت ما أحدثت، فكيف يتم التعويل على بلد لم يستوعب الخطورة التي تحدق به؟ جميل، ما الحل؟ الحل أن يفيق هذا المهدد. أنت قل لي ما الحل. بالضبط، الحل أن يفيق هذا المهدد. يعني الحل عندنا ثلاث جهات مهددة بالدمار، جهتان بالدمار وجهة مهددة ولن تستريح ولن تستقر. الجهة الأولى المهددة بالدمار الشرعية، منصب الشرعية، مؤسسة الشرعية ستنهار، لأن التحالف الآن ما عزز وجودها ولا عزز مؤسساتها، بل هناك من مكونات التحالف في مقدمتها الإمارات من يسعى لتفكيك مؤسسة الشرعية، فهي ستنهار. الأمر الثاني المهدد أيضا، الوطن اليمني كله سينهار ربما. الأمر الثالث المهدد أمنيا ومهدد استراتيجيا هي المملكة العربية السعودية. أنا أعول في التخطيط الاستراتيجي في أن أجمع هؤلاء المهددين في أن أفوقهم. ما عندي حل، ما عندي حل غير الشرعية والمكونات السياسية يعني اليمنية. يعني معقول بعد خمس سنوات بيفيقوا؟ والله أحيانا قد يفيقوا في لحظة. يعني ممكن أسألك سؤال، ما الذي حرك عاصفة الحزم بين ليلة وضحاها كما يقال، بين يوم وضحاها؟ من حركه؟ مع أن السعودية كانت غاضة الطرف عن الحوثيين، من اللي حركها؟ هددت مصالح، تنبه السعوديون بأن هؤلاء، نأمل ولا زلت من الآملين ومن الذين يعقدوا الآمال على أن الإخوة في المملكة، وأنا أقولها لهم، أقولها صراحة، أقولها لزملاء من اللجنة الخاصة وأقولها لأي سياسي أو إعلامي سعودي، أقول لهم أنتم مهددون، أقسم بالله وأنا أكررها هنا، إذا غرق القارب اليمني أو السفينة اليمنية ستغرق المملكة العربية السعودية، لأن عدوها الحقيقي إيران، وإيران تعرف ماذا تصنع. فمن الآن على الإخوة في المملكة العربية السعودية أن يعرفوا أنهم إذا أرادوا أن يحموا الحرم المكي والمدني، وإذا أرادوا أن يحموا النظام السعودي، وإذا أرادوا أن يحموا الأرض السعودية، فلينتبهوا إلى أن اليمن هي البوابة. فإذا تمادوا مع أجندة الإمارات، الإمارات منسقة مع إيران ومنسقة مع الكل، قبل أيام هددت من أحد السياسيين وقال بالحرف الواحد إن أمن الإمارات لا يتحمل قصف برج من أبراجها من إيران، قالها هكذا السفير السابق الإيراني في الجزائر، قالها هكذا بالحرف الواحد، قال يا الإمارات لا قبل ثلاث أيام، ما مو تصريح قديم، قال الإمارات لا تتحمل كدولة ولا كاقتصاد قصف واحد لبرج من أبراجها، تنهار الإمارات كلها.
ولهذا خاضع الإمارات لإيران. لا يتصور الإخوة السعوديون بأن الإمارات أقرب لهم من إيران. الاقتصاد الإماراتي أغلبه النسبة الكثيرة إيراني، وهذه حقيقة من الحقائق. فأنا أتمنى من الإخوة في المملكة العربية السعودية أن يتنبهوا بأن السير خلف أجندة الإمارات والرضا أو الموافقة أو السكوت عن جرائم الإمارات في اليمن ستتضرر منه المملكة العربية السعودية، وأنا عملي أن أنبه المتضررين الشرعية كرئاسة والقوى السياسية في اليمن كاملة والجيش الوطني بالتحديد والإخوة في المملكة العربية السعودية. هذه المنظومة من المهددين، الإمارات ليست مهددة، بالعكس الإمارات مهددة من إيران إذا وقفت مع الشرعية اليمنية، وبالتالي يعني لازلنا نعول على هذه المكونات في أن تفيق. من ذلك إذن، شكرا جزيلا لك. أخيرا فقط، العلاقة انتهت تماما بين الشرعية والإمارات، انتهت بخطاب وزير الخارجية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعض الناس يتساءل هل ما العلاقة بين الإمارات؟ انتهت تماما، مزقت. كل هذا عبارة عن طلاء فقط لا غير، لا زالت يفرضه الإخوة في السعودية في أن يبقوا الإمارات وهي باقية على الأرض. طبعا أنا أتحدث كبقاء رسمي فيما يسمى بالتحالف. إذن شكرا جزيلا لك شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.